أنتم تتساءلون عن هذه السلة؟ لقد جلبتها من أجل صديقتي السلحفاة. انظروا إليها، إنها تحت الشجرة. أظن أنني أفهم ما يحدث. أنتم تحاولون تعرف السلحفاة الصغيرة، لكن ضيفتنا الجديدة غير جاهزة لتلعب معكم بعد. شيء رائع ولطيف منكم أن ترغبوا باللعب مع السلحفاة كي تتعرفوها أكثر. يا أصدقائي، لا ينبغي لكم لوم أنفسكم، فالسلاحف بطبيعتها تحتاج وقتاً لتتعرف محيطها الجديد. حجرة، شجرة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة! مين طلع؟ مين طلع؟ إيد مين هاي؟ قرقور، هاي إيدك، أنت نقيت حالك عشان تغمض. مزبوط مزبوط، إجا دوري أدور عليكم. يلا نلعب مرة تانية. تمام تمام. جد؟ نعم. مين هاي؟ مرحبا مرحبا. أنا موافقة. أهلا أهلا. أهلا، أنا اسمي بسمة وهذا صديقي جاد، وهاي معزوزة، وهذاك اسمه قرقور. أهلا. أنت إيش اسمك؟ أنا اسمي جميلة. أهلا. تلعبي معنا؟ عم نلعب غماية. تريدونني أن ألعب معكم؟ طبعاً. أنت أنا أحب اللعب كثيراً. واحد، يلا يلا لازم نخبى. يلا يلا جميلة جاهزة. يلا نخبى. يلا جميلة روحي من هون، أنا لحق. يلا جميلة. خمسة. أين يمكنني أن أختبئ؟ صحيح معزوزة، يجب أن أجد مكاناً أكبر. مهما تلف ومهما تدور، الرابح هو قرقور. طيب، وين ممكن يكونوا راحوا تخبوا؟ ما في حدا ورا عربايتي، ولا في حدا ورا جميلة، ولا في جميلة. جميلة، لقيتك لقيتك يا جميلة. بسمة، قرقور وجدني. كمان بسمة، لقيتكم انتو التنتين، لقيتكم انتو التنتين كمان. أنا قرقور الأفضل في هذه اللعبة. بسمة. آسفة يا بسمة. ليه؟ المكان كان صغيراً جداً ولم يسعني. عادي عادي، بنلاقي مكان تاني. أحتاج لمكان أكبر للاختباء. لقد وجدناك. هل رأيتم ماذا يحصل؟ ماذا؟ تريد جميلة أن تشارك باللعبة، لكنها تجد صعوبة في الاختباء بسبب حجمها. نعم، ولم تلاحظ بس ما ذلك. نشعر بشعور غير لطيف عندما لا يلاحظ الآخرون أننا لا نستطيع أن نلعب مثلهم. لنرى ماذا سيحصل. وين أتخبى؟ وين أتخبى؟ جميلة! جميلة، لازم تتخبي، هلأ دور معزوزة. لكنني مختبئة يا بسمة. عن جد؟ أنا لا أستطيع الاختباء في كل الأماكن. إذا ما بدك تتخبي عادي، بتقدر تكون الحكم. Thank you.
معزوزة لقيتينا. على فكرة انت كتير شاطرة بهاي اللعبة، حتى انك اشطر مني. عن جد معزوزة لقيتينا كلنا. تمام بس يا ترى وين جميلة؟ جميلة؟ جميلة كانت واقفة هون. كانت عم تلعب إنها الحكم. بس ليش راحت؟ ما بعرف وين راحت؟ أنا بدي أروح أفتش عليها. تمام. توقف، لاحظ، سكر. قد يساعد هنا أن تتوقف بسمة للحظات وتلاحظ لماذا لم تستطع جميلة الاختباء معهم، وتفكر بطريقة للقيام بتغيير في اللعبة ليستطيع الجميع المشاركة. هادي دير بالك ماما تحرقها مثل ما حرقت صينية الجاج. ماما أنا بحب كل إشي محمش. هادي تيتا. أهلا حبيبتي. شفت جميلة؟ مين جميلة؟ جميلة صديقتي جديدة. كنا نلعب غماية، بعدين هي راحت. ما بعرف ليه راحت. بس ما أظن أنا بقدر أساعدك. ها؟ جد؟ يمكن لازم ناخد شوية وقت لحتى نوقف، نلاحظ ونفكر. حلو. بالأول خلينا نوقف لأنه هذا الإشي بيساعدنا نستعد للتركيز. جاهزي ناخد نفس عميق؟ يلا. حط إيدينا على بطننا، شهيق، زفير. عظيم. هلأ صار لازم نلاحظ. شو كانت عم تعمل؟ يعني هي بالأول كانت عم بتحاول تلاقي مكان تتخبى فيه. بعدين أنا حكيت لها تعالي تخبي معي ورا الكرسي. بس هي ظلت تبين. وأنا جيت حكيت لها خلص أنتي كوني الحكم. بعدين هي راحت. طيب بس ما يعني شفتي هلأ بما أنك وقفتي ولاحظتي كل هاي الأشياء، هلأ بتقدري تفكري كيف جميلة ممكن تكون حست لما ما قدرت تلعب معكم؟ فكر، حاول إنه تفكر، ممكن يخطر ببالك هالسؤال، يا ترى أنا بقدر أتخيل شو حدا حاسس وفكر ليش هيك عمل أو هيك قال. فكر، حاول إنه تفكر، ممكن يخطر ببالك هالسؤال، يا ترى هو وهي شو عم بحسوا هلأ، هالشغلة بدها شوية تفكير. فكر، حاول إنه تفكر. جميلة كانت كتير متحمسة إنه بدها تلعب معنا، بس يمكن زعلت لأنه كل أماكن التخباي كتير صغيرة. يمكن منشان هيك راحت. عن جد أنا لازم أروح أدور عليها وأحكي لها ترجع تلعب معنا. شكراً هادي، شكراً تيتا. طيب هادي كيف بدها تلعب معنا إذا كل الأماكن صغيرة؟ كيف؟ بس ما بتعرفي شغلة؟ بتقدري تعملي تعديل. ها؟ تعديل؟ كيف يعني؟ تعديل يعني إنك تعملي تغيير بسيط عشان الكل يقدر يشارك. بالمحبة والترحاب يلا نلعب يا أحباب، فينا نعدل بالألعاب ليشارك كل الأصحاب. بالتعديل والتغيير جمعتنا حلوة بتصير، وأحلى كتير نخليها لما كلنا منتشارك فيها. بالمحبة والترحاب يلا نلعب يا أحباب، منغير شوي بلعبتنا ومنشارك كل الأصحاب. بالمحبة والترحاب يلا نلعب يا أحباب. بس ما شو عم تفكري؟ عندي فكرة. جميلة، جميلة انت هون، عم بدور عليكي. حقاً؟
انت صح زعلتي لانه ما قدرتي تختبئي معنا صح؟ نعم. طيب شو رأيك انه احنا لقينا طريقة تانية عشان تقدري تشاركينا؟ بتحبي ترجعي تلعبي معنا؟ نعم نعم نعم. معناته بدنا نعمل تعديل. تعديل؟ تعديل هو لما نعمل تغيير في اللعبة حتى الكل يقدر يشارك. هلأ بحكي لك كيف. تساعديني؟ تفضلي. أيوه يلا ارفعي. 8 9 10. معزوزة بسمة. لقيتنا. لقيتكم. تعالوا لهون. لقد وصلت. هذا يعني أنني فزت. يا جميلة أنت وصلت للحيط أول. أنت فزتي. صح جميلة أنت كتير شاطرة بهاللعبة. أنا؟ طبعاً أنت. مهما تلف ومهما تدور الرابح هو جرجور. أنا الأفضل في هذه اللعبة. ها؟ 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 وين راح الكل؟ هذا فعلاً شيء لطيف منكم يا أصدقائي. لقد أعطيتم السلحفاة مساحة كافية لتشعر بالراحة حتى تصبح جاهزة للعب معكم. يبدو أن السلحفاة جاهزة الآن. إنه صوت معدتي. يبدو أنني أشعر بالجوع أيضاً بعد كل هذا الانتظار. جاهزين لدائرة الأصدقاء اللي بيهتموا ببعضهم؟ اليوم رح يتعلم جد إنه إذا حسينا حالنا مو تمام شو لازم نقول للكبار. يا سلام. يلا جمعوا كل واحد ياخذ مكانه. تماما. شو حنلعب اليوم؟ ما عنده لعبه. خلونا نلعب الحقوا العصافير. انا كتير بحب العصافير، كتير حلوين ولطيفين. مزبوط يا دجاجات، انتو طيور لطيفه وحلوه. والطيران بسرعه مثلي انا. المو، ما علي تحكي لنا كيف نلعب الحق العصافير؟ مثل اتبع القائد، بس لازم نرفرف مثل العصافير. بالأول المو بيرفرف هيك، رف رف رف. بعدين المو بيطير هيك، وش وش. والجميع يتبع المو. العصافير عم بيطيروا عالي كتير حوالين الأشجار الحلوة. يا سلام. وهلأ المو بيختار سلحوف لتطير قدامنا. يا سلام. إحنا العصافير، خلونا نطير هيك. هلا دورك بسمة. انا بحب اكون القائد وكمان بحب ادور. ومن دور انا عصفورة سريعة باللعب. اوه
انتبه لحالك يا عصفور. جاد انت منيح؟ لازم تحكي لي اذا كنت حاسس حالك مش منيح. ايه انا مو حاسس حالي منيح عمو لؤي، حاسس وكأني لساعتني عم طير. يمكن تكون دخت يا جاد من كتر الدوران. دخت؟ لما منحس حالنا لسه عم ندور وكل اشي حوالينا عم يتحرك منكون دايخين. جاد، لما نحس بالدوخة لازم نقعد لحتى نحس حالنا احسن. ايش رأيك ترتاح شوي؟ بس انا لسه بدي العب. مش ضروري تاخد استراحة من اللعبة، بس استراحة من الطيران. المو برأيه انه ممكن نتخيل انه هذا عش عصفير وهيك العصفير بتاخد استراحة. تمام، فكرة حلوة المو. وهلأ اسمعوني يا أصدقائي، إذا أي حدا منكم حس حاله تعبان كتير، من المهم إنه نخبر حدا كبير عشان يقدر يساعدنا. قصدك إذا حسينا بالدوخة مثل جاد؟ أها، مش بس بالدوخة، إذا كان بطنك أو راسك عم يوجعك أو عم تسعل فأكيد لازم تقول لحدا من أهلك. وعندي طريقة لتتذكروا هذا الإشي، جاهزين؟ استنى شوي، إذا حاسس جسمك مش مرتاح لا تبقى ساكت، روح احكي لشخص كبير بتوثق فيه واحكي له إنك مش مرتاح. احكي، عبر، احكي. يلا مانا. استنى شوي، إذا حاسس جسمي مش مرتاح ما ببقى ساكت، بروح بحكي لشخص كبير بوثق فيه وبحكي له إني مش مرتاح. احكي، عبر، احكي. ممتاز، كانت أغنية حلوة. وهلأ كيف حاسس يا جاد؟ تمام، وكمان تعلمت إذا حسيت حالي مو منيح المرة الجاية إني أحكي فوراً وما أتأخر. وهلأ حاسس حالي منيح وجاهز للطيران. جاد، بتحب أنت تكون القائد؟ أكيد بس ما. تمام يا عصافير، رحلتنا الجاية رح تكون سهلة وبسيطة ومو كتير صعبة. استنى شوي، إذا حاسس جسمك مش مرتاح لا تبقى ساكت، روح احكي لشخص كبير بتوثق فيه واحكي له إنك مش مرتاح. احكي، عبر، احكي. يلا معنا. استنى شوي، إذا حاسس جسمي مش مرتاح ما ببقى ساكت، بروح بحكي لشخص كبير بوثق فيه وبحكي له إني مش مرتاح. احكي، عبر، احكي. تتعلم ترسم مع من ضمننا وارسم بنفسك خطوة خطوة أشكال وخطوط، أعمل شي جديد برسمك ما تخليهاش بنفسك، ارسمها بنفسك. عنا متاهة شكلها كتير حلو والفار كتير لطيف. دلوقتي خلينا نحط حاجة في نهاية المتاهة. تفتكري الفار بيحب ياكل ايه؟ عرفت شو بيحب الفار؟ الجبنة. مظبوط، وهلأ الفار لازم يمر في هاي المتاهة اللي رسمتيها عشان يوصل للجبنة. يا ترى تقدري تلاقي له الطريق الصحيح للوصول للجبنة؟ هايل يا بسمة، تحبي نعمل نشاط تاني؟ انا بدي ارسم، بس ما ضل مساحة على هاي الورقة سلمى. بس نقدر دايما نستخدم الجانب الاخر. الخطوة الأولى هنرسم دايرة للرأس، وعلشان الأنف هنرسم دايرة صغيرة في نص الدايرة الأكبر. الخطوة الثانية خلينا نرسم تعابير الوجه، دائرتين للعيون ودائرة أكبر بشوية حول الدائرة السوداء للفم. دلوقتي إحنا جاهزين للخطوة الثالثة، بس ما هتضيف دائرتين سود بيشبهوا الأنف داخل العينين والدنين. صحيح، هنضيف دائرتين أصغر بشوية من الرأس في الجزء العلوي على جنبين الرأس، ونسيب مسافة صغيرة ما بينهم، ونرجع نضيف دائرة أصغر في كل ودن. كده يبقى فاضل لنا إيه؟ لازم نكمل الطم وسن صغير، وهيك منكون خلصنا. يبقى نلونها. عمل جماعي رائع يا بسمة. مرحبا ميمي، أتمنى تكونوا استمتعتم معانا، وما تنسوش ترسموا بالطريقة اللي بتحبوها، وكمان تعملوا ألعابكم الخاصة من أي قطعة من الورق وقلم وشوية خيال. طيب كلكم مستعدين؟ يا سلام يا سلام، عرض أميرة راح يبلش. يلا تجمعوا، راح يبلش عرض الظل. يا سلام، يلا نبلش. سيداتي وسادتي،
أختي صديقي الصغير الأحمر واللي عليه فرو. هذا أنت إلمو. بدي أقدم لكم أميرة سيدة الظلال. هاي جازة. وهاي جازة تانية. شوف إلما، إذا بتمسك إشي مثل إيدك قدام الضو فهي بتعمل ظل، وإذا حطيتوا أشياء كتيرة مثل هاي الريشة وإيديكم التنتين تقدروا تعملوا ظل جوزة. أوه، بس كيف عملتي ظل جوزتين بنفس الوقت؟ كان الظل التالي لجازة حقيقية. إلمو بده يعمل ظل حيوانات كمان. أكيد إلمو، إيش نوع الحيوان؟ لقيتها، فيل. إلمو عم بفكر شو في أشياء ممكن يستعملها ليسوي ظل فيل. ما بعرف، بس يمكن نشوف جوا الكوخ. رح نقدر نستخدم هاي الصورة كدليل إلنا. بدنا راس مدور وخرطوم طويل وهدول الدينين. تمام؟ يلا خلونا نبلش. شو رأيكم نستعمل هذا الصندوق لراس الفيل؟ هاي فكرة حلوة إلمو، يلا نجرب. لما نحط الصندوق قدام الضوء منشوف ظله. صح، في عنا ظل، بس راس الفيل مش مربع، راس الفيل دائرة. أنا مش شايف أي إشي مدور، يمكن لأني باكل كل الأشياء المدورة عشان بفكرها كعك. طيب شو منقدر نجرب كمان مشان نعمل راس الفيل المدور؟ أنا دائرة مدورة بدحرج على الأرض، لوني أصفر زي الشمس. شو رأيكم نجرب الدائرة لراس الفيل؟ ما بعرف عن شو عم تحكوا، بس ما عندي مشكلة. يلا نجرب. كتير منيح، وهلأ نحن بحاجة لشكل ظل الخرطوم. طيب يمكن نلاقي شي بهذا الدرج، بس لو بقدر أوصل للسر. أنا شايفة معلقة خشبية قديمة، مجموعة زرار حلوين مدورين، وأنبوب كرتون. نقدر نستعمل أنبوب الكرتون لنعمل ظل الخرطوم. يلا. طيب هيك. لا هيك. ثبتها منيح هيك كعكي. وهلأ هيك صار عنا ظل خرطوم الفيل. يا سلام زبطت. صح، هلأ صار عنا خرطوم للفيل وخلصنا. لا كعكي، لسه ما خلصنا، لسه لازمنا ظل أدنين الفيل. للأسف ما عندي إيدين وإجرين عشان أساعدكم. لقيتوا القطع الصحيحة عشان نقدر نعمل ظل الفيل. أنا بحاجة أكل كعكة بعد التعب هاد. شو هاد؟ فيل حقيقي؟ مو فيل حقيقي يا فيلو، إلمو غطى الضوء بأشياء مختلفة عشان يعمل ظل فيل. أصحاب إلمو ساعدوه